السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله زينين. اليوم حبيت أشرح شرح بسيط عن جمع المعلومات. جمع المعلومات تمثل جوهر الهندسة الاجتماعية، وهي مهمة وأساس أي هندسة اجتماعية، ومستحيل تصير الهندسة الاجتماعية إذا ما تمت جمع المعلومات. جمع المعلومات تخليك أقرب إلى الضحية، وكل ما كنت أقرب راح يسهل الاختراق عليك. كمثال عن فائدة القرابة، كمثال لو قلت لك اخترق لي أحد أفراد العائلة، بعيدا عن يعني أحد أفراد العائلة لأنك أنت عايش وياهم فتعرف كل المعلومات عنهم، لذلك اختراقهم يكون سهل. بعيدا عن يعني هسه اذا وصلت الجهاز او غير شيء، لا، كمثال انت تعرف اخوك مثلا يستخدم مواليده كباسورد، لهذا راح يكون سهوله انك تخترقه. انك توصل لمرحله تكون احد افراد الضحيه، خلينا نقول صعبه او مستحيله، بس مو صعبه انك تكون احد اصدقاء الضحيه. وبنفس الطريق لو سألتك سؤال قلت لك تقدر تخترق لي أحد أصدقائك المقربين، راح تقول لي إيه بسهولة لأن أنا أملك كل المعلومات عنه. فهسه يعني نعرف من هذا أن كل ما جمعنا معلومات راح نصير أقرب للضحية. بعد هذا راح نجي إلى مصادر جمع المعلومات، يعني من أي المناطق نقدر نجمع المعلومات أو يعني المصدر. أو أولى المصادر اللي نستخدمها لجمع المعلومات هو الإنترنت. الإنترنت بكميات هائلة من المعلومات. يجي بعدها برامج الحاسوب، عدة برمجيات صمموها طبعا أيضا تحتاج إنترنت، بس نعتبرها أحد المصادر. التواصل البشري، الإنترنت نقدر نجمع معلومات كبيرة وخصوصا من مواقع التواصل الاجتماعي، ومثل ما شفتوا الحادثة اللي صارت الأخيرة اللي تحكمت بانتخابات كاملة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحكموا برغبات الناخبين. مواقع أخرى مثل موقع هوز اللي يبحث لك عن معلومات المواقع السيرفر الموجود عليها وغيرها، وطبعا أكو كثير 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 من المواقع، بس الدرس فقط شرح عام لجمع معلومات وليس يعني شرح الأدوات، لأن راح تلقى شروحات بكثرة عن جمع المعلومات وبصورة أدق. برامج الحاسوب، أكثر برنامج أو أداة تقدر تستخدمها هي أداة مالتيجو. أداة مالتيجو أداة احترافية، وإذا كانت مدفوعة راح تكون أفضل. راح تقدر تبحث عن طريقها عن الأشخاص، عن إيميلات الأشخاص، وأيضا تبحث عن المواقع. أكو أدوات طبعا، هل فقط هذه الأداة موجودة على الحاسوب؟ لا، أكو كثير كثير من الأدوات، بس إذا نظل نعدد فالدرس ما راح ينتهي للأبد. وأكو أدوات أخرى مثل أدوات بروب سوت اللي تقدر تبحث لك عن الموقع بدون اتصال بالموقع، أي يعني ما تحتاج VPN، لأن البحث يكون خارجي، البحث خارج الموقع عن الموقع نفسه، كمثال أي السيرفرات الموجودة عليها وغيرها، وبحث يعني يكون مباشر على الموقع، وهاي تحتاج لك VPN لأن راح تكون متصل مباشر مع الموقع. المصدر الأخير لجمع المعلومات هو التواصل. التواصل البشري من ضمنها أول مصدر اللي هو استخدام الهاتف طبعا مصدر كبير لجمع المعلومات. شنو السبب؟ احنا قلنا بأحد الدروس ان استخدام الهاتف ما يحتاج لغة جسد، وإذا أي طريقة تستخدمها بدون لغة جسد الكذب يكون بها بسهولة، لأن ما راح يشعر الضحية انك جاي تكذب. تقدر تستخدم أحد المبادئ النفسية مثل مبدأ السلطة،
كأن تكون سلطة أعلى من الضحية، وتتصل به وتجمع المعلومات اللي تريدها. استخدام الاتصال المباشر طبعا هاي أكثر شيء تكون عن طريق انتحال. أيضا هم تقدر تستخدم أحد المبادئ النفسية، بس العلم هاي الوسيلة حساسة، ممكن إذا ما استخدمتها بطريقة صحيحة تكون موضع شك، خصوصا لو أكثرت من الأسئلة حول أمر معين. استخدام الملاحظة. الملاحظة أمر مهم. كمثال، أنت دخلت إلى أحد الدوائر الحكومية، لقيت أولا بالبوابة، لقيت مثلا موجود حارس، موجود كاميرات مراقبة، دخلت داخل البناية لقيت حواسيب، لقيت الأنظمة اللي يستخدمونها هي أنظمة لينكس أو أنظمة ويندوز. هاي هي الملاحظة اللي نستخدمها لجمع معلومات. ملاحظات مهمة عند جمع المعلومات. تجربة الحصول على جمع معلومات بصورة أسرع. طبعا لازم كل إنسان يجرب إلى أن يصل إلى الطريقة الأسرع للحصول على المعلومات. طبعا أريد أوضح نقطة. كمثال، أنا بأحد المرات جاي أحكي ويا أي أحد الأصدقاء، تكلمنا عن هواي مواضيع، بعدين قال لي راح أنطيك صورة مهمة بس لا تنطيها لأي شخص، فرواني الصورة. المهم مو هذا الموضوع المهم. أنا فكرت، قلت شنو السبب اللي خلى هذا الشخص يعطيني هيك معلومة مهمة؟ فظليت أحلل بالكتابات اللي طبعا هي دردشة كتابية، بالكتابات اللي أرسلتها له. فهيك يعني عن طريق التجربة، دائما من تتكلم ويا أحد الأشخاص وينطيك معلومة مهمة، حلل المحادثة، أسأل نفسك ليش ما أنا بدون الأشخاص طاني هيك معلومة. استخدام وسيلة لحفظ المعلومات التي جمعها وترتيبها بأفضل طريقة ممكنة. طبعا نقطة مهمة جدا أنك تستخدم وسيلة لجمع المعلومات وترتيبها. كمثال تستخدم برنامج الوورد. طبعا ما أنصحك بالمفكرة، يعني المفكرة يعني ما تقدر ترتبها بالطريقة المضبوطة. إذا الأشخاص إذا شايفين مسلسل مستر روبوت، الأشخاص اللي يخترقهم يخلي معلوماتهم داخل قرص. إذا جمع المعلومات وترتيبها هاي نقطة مهمة جدا. النقطة الأخيرة، جمع المعلومات عن طريقة عمل المنظمة. أي شخص تريد تخترقه، أي منظمة تريد تخترقها، لازم تجمع معلومات عن طريقة عملها. شخص فكرت أنك تخترقه، شون يعني أجمع معلومات عن طريقة عمله؟ كمثال هو يعمل بدائرة، بأي وقت فراغه، بأي وقت يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، بأي وقت يعني يكون بعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي، بأي وقت يطفي جهازه. هيك معلومات مهمة جدا جدا. كمثال جمع المعلومات عن الفيسبوك. أنا أريد أخترق حساب فيسبوك، شلون أخترقه؟ كمثال جمع المعلومات. الفيسبوك يحتاج إلى بريد إلكتروني الشخص أو الهاتف أو كلمة السر. إذن لازم أروح أبحث عن طريقة أستخرج من الضحية البريد الإلكتروني أو الهاتف أو كلمة السر. الطريقة الثانية، أريد أسترجع حسابي، أخلي البريد. فلنفرض أنت وجدت البريد الإلكتروني، خليته بالحساب وردت تسترجعه، راح يرسل كود. لو أنت حصلت على هذا الكود اللي هو متكون من 6 أرقام، بأي طريقة راح أيضا تقدر تخترق الحساب. إذا طريقة الاستهداف كأنك ترسم إلى شخص مسار معين، وتشوف بأي وقت يكون هذا الشخص في حالة ضعف، حتى تقدر تهجم عليه وتحصل اللي تريده، وبالتالي تخترق جهازه.
لهنا يا شباب إن شاء الله يكون درس بسيط، أستودعكم الله، إن شاء الله نلتقي بشرح آخر.